بعيد الكرة لرونالدو، بنزيما، رونالدو مرة ثانية، رونالدو كرة خطيرة. جول في نهاية المطاف على كوفاسيتش، رونالدو لبنزيما، بنزيما لرونالدو، رونالدو لكوفاسيتش، والجول الأول للريال. أول أهداف المباراة عند الدقيقة 37 بشكل أنفس فعلها الريال وفعلها الكرواتي كوفاسيتش الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم مع الريال في ثاني موسم له. لعبة كم كانت رائعة بين بنزيما ورونالدو ثم كوفاسيتش في العمق في وضعية مهاجم إضافي يفتتح مجال التسجيل تحت أرجل اللاعب رولي. جول الريال عند الدقيقة 38 من عمر اللقاء. ريال مدريد جول، ريال سوسيداد 0. المباراة تصبح أفضل الآن أجمل طبعاً بعد ما سجل الريال، لأن عناصر ريال سوسيداد ستخرج، عندها القدرات لكي تخرج وتبادر وتهاجم. وانطلق مرة ثانية كوفاسيتش بعد رونالدو، با 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 جول. كوفاسيتش مسجل الهدف الأول يمنح كرة الجول الثاني لرونالدو للريال. استلمها رونالدو على خط وضعية التسلل وتوغل ببراعته وبأناقته وبهدوءه وببرودة أعصابه وبذكائه يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في ظروف صعبة يمر بها الريال، في الظروف الصعبة متفوق بهدفين مقابل صفر، فما بالك عندما يكون في أفضل أحوال وبكامل تشكيلته. رائعة التمريرة من قبل كوفاسيتش حطها لك بالمليمتر. الكرواتي للبرتغالي، البرتغالي في شباك الأرجنتيني رولي. جول ثاني لريال مدريد عند الدقيقة 5 من انطلاقة هذا الشوط الثاني من المباراة. الهدف 13 لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، هذه المرة كان أمام ريال سوسيداد 2-0. فريق يلعب وآخر يسجل، هي الكرة، هي هكذا الكرة، أهداف الكرة، شباك الكرة. في نهاية التسعين دقيقة لن تذكر من لعب أفضل ومن ضيع ومن استحوذ، بل تذكر من سجل ومن فاز في هذه المباراة. زيدان يدرك جيدا قيمة هذه المباراة، أولا للعودة إلى الواجهة بهذا الفوز، وثانيا للاستثمار في تعثر إشبيليا وتعثر برشلونة ظهر اليوم. إشبيليا خسرت والبارسا تعادلت، والريال مدريد يريد أن يعمق الفارق، يريد أن يصل للنقطة السيرو، تعرف هذا أفضل مني. وانطلق على الجهة اليمنى عن طريق دانيلو مع لوكاس فاسكيز، دانيلو زاد في السرعة، راح دانيلو، لوكاس فاسكيز دخل رونالدو، لوكاس فاسكيز، با 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 جول. ألفارو موراتا في القائمة الثانية سجل سادس أهدافه مع الريال. لوكاس فاسكيز هو الأفضل، نعم لوكاس أفضل فاسكيز، هداف وممرر في كل مرة، حتى في القائمة الثانية بالمليمتر فوق راس ألفارو موراتا بالراس، لم يفوت ولم يضيع وسجل جول مهم جدا بالنسبة إليه لموراتا بالدرجة الأولى، لأن الريال أصلا كان متفوق باثنين صفر. هاي الهجمات المعاكسة السريعة اللي كنت أتحدث عنها منذ حين، في رمشة عين في 3 ثواني وصلت الكرة في اتجاه المدافع دانيلو ثم لوكاس فاسكيز، ثم في القائمة الثانية ألفارو موراتا يسجل بالراس جول ثالث، مرت من تحت سيريني مورولي الأرجنتيني. 3-0 صارت النتيجة للريال، فعالية ما بعدها فعالية للاعبين المدريديين أمام الباسك في هذه المباراة. الفرص التي أتيحت لهم سجلوها لاعبو الريال. موراتا في القائمة الثانية بدقة وببراعة جول ثالث لريال مدريد، 3-0 قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الرسمي للقاء. استثمار كبير جدا ورائع لعناصر ريال مدريد في تعادل البارسا اليوم وخسارة